شو التعيب بحس ان هي فيها شويه دعايه واعلان، بس هي قصه تستاهل ان هي تتحكي شويه. هو احنا هنا مثلا لو قلنا انتم مواليد سنه كام؟ 95 احمد الاربط مواليد احمد 83 احمد بيدور على العروسه مواليد 83 88 88 انا ابتديت شغل من سنه 92 كان عندي وقتها 9 سنين انا عندي 35 سنه بالمناسبه انا النهارده عدى عليا 10 سنين جواز النهارده عيد جواز ابتديت شغل من وانا عندي 9 سنين الظروف هي اللي حطتني ان انا اشتغل في التوقيت ده كنت في التوقيت ده انا كنت عايش في الكويت حصل حرب العراق والكويت كان والدي الى حد ما شغال شغلانه كويسه احنا عدد اخواتنا عدد كبير جدا احنا تسعه اخوات فمره واحده احكي لكم حياه الحرب، حياه الحرب دي محدش ممكن يتخيلها او تتوصف غير اللي عايش فيها. كنا عايشين في الخليج، الخليج بلد مترفه يعني الكويت دي يعني بلد مستواها الاقتصادي والمادي والحياتي احسن بكتير من اللي احنا عايشين فيه من سنة 92، كانت الحياة هناك أحسن من 2018 هنا دلوقتي. تتفاجئ مرة واحدة وأنت طفل، أنا كنت ساعتها يعني أولى ابتدائي رايح تانية ابتدائي تصحى من النوم تلاقي فيه دبابات وطيارات وخوف، حياة مليانة رعب كده أنت يعني إحنا صغيرين أصلاً بنبقى خايفين من إن إحنا ننام والباب مقفول. أنت تصحى على صوت طيران بيضرب البيوت اللي جنبك وصوت بقى ضرب نار على طول في الشوارع، فحياه كانت رعب. انا فاكر في الفتره دي لما كنا بيجي علينا بالليل لما نيجي ننام كانت ماما تخلينا نلبس الشوز بتاعنا وتقول لي يا ابني قبل ما تنام قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. احنا ممكن كنا بننام كلنا احنا التسعه كده بابا وماما كنا بننام في الصاله عشان لو حصل حاجه يحصل حاجه لينا كلنا ما يبقاش في حبه راحه كده وحبه راحه كده. كنت ساعتها بفكر في والدي، والدي كان ساعتها مسؤول عن ست بنات وامي سبعه وثلاث اولاد في حياه ما بقاش فيها اي مورد من الموارد اللي ممكن تخليك تعيش اصلا. احنا ما كانش عندنا كهرباء، ما كانش فيه ميه، كل الاكل اللي كان متخزن في البيوت ما بقاش موجود. انا فاكر ان في فتره من الفترات كنا احنا الاطفال الصغيرين بعد ما بقى ناخد على جو الحرب ونبقى فيه ضرب نار والدنيا تبقى شويه كنا نلف في الشوارع نلم اي خشب متكسر ونروح بيه. احنا كانت العماره كلها الجيران متجمعه مع بعضها عاملين فرن من الطين ونولع الخشب ده وكان الستات بيطحنوا العيش بتاع الشعير ده ويعملوا لنا عيش عشان ناكل فتاكل وتلاقي حته شعير في بقك وانت بتاكل. الحياه كانت صعبه. طب احنا هنفضل لحد كده امتى؟ ابتدت الرجاله بتاعت العماره يسافروا العراق يجيبوا اي حاجه وكان في بعض الاسواق ابتدت تتفتح في وقت الحرب. فانا فاكر هي دي كانت اول مره اشتغلت فيها. كان ابتدت برضه في فرن عيش تبتدي تشتغل بس عشان تروح كل واحد بياخد خمس تغليفه واحنا تسع اخوات واب وام يعني 11 وكانوا بيدوا سن معين. فكانت امي بتلبس اخوات البنات طرح عشان يبانوا ان هم كبار شويه روح اقف في الطابور. الكلام ده من بالليل ما بيكونش لسه النور جه. وانا ابتديت رحلتي مع التجاره في الفتره دي كنت بجيب عارفين الفوز والشيبسي والحاجات اللي زي كده وافرش في كرتونه قدامي على الرصيف واقعد يمكن اي حد يشتري مني اي حاجه ب 50 فلس. الشعور اللي كان في التوقيت ده كان متملكني ان انا نفسي اكل كيس البوزو اللي انا ببيعه ده بس انا مش هعرف اكله عشان انا محتاج ال 50 فلس دي عشان اجيب بيها اكل يساعد في حياتنا كأسرة كبيرة. ابتدت الرحلة من هنا وبعد كده الموضوع ابتدى. أنا بحاول أجري بالقصة طبعا شوية لأنما الوقت اللي معايا قليل جدا. أنا بحكي حاجة بقى لها 290 إحنا بنتكلم في مثلا في 26 سنة تقريبا فالتاريخ طويل قوي لما يجي نحكيه بس هو سبحان الله كان ربنا سبحانه وتعالى في التوقيت ده بيهيئني الحاجة إيه هي الله أعلم إيه هي بس هي فكرة إن هو بيعمل تاجر صغير. رجعنا بعدها بعد تحرير العراق والكويت ابتدت الاسواق تفتح اكتر وابتدى في التوقيت ده انا مش مصري والدي فلسطيني بس انا حاليا في مصري خدت الجنسيه المصريه فكان في مشاكل كده امنيه في الكويت ما تخليش الفلسطينيين ياخدوا راحتهم في الحركه
فطلع احنا دور الاونر اللي هي 100 راجل ابتدت تفرش في السوق ونبيع بقى بس وسعنا بقى ابتدينا نعمل حاجات ثانيه ويبقى فيه بقى منتجات اكتر وفي بيبسي وايس بوكس نحط فيه ثلج ونطلع طول الليل بقى بنجهز في الحاجات اللي احنا هنفرشها وتيجي البلديه تضايقنا. عشت حياه علمتني حاجات كتيره وخلت جوايا اصرار ان انا في يوم من الايام ما اخليش ابني يتعب في حياته زي ما انا تعبت. جينا مصر لما نزلنا مصر انا بالنسبه لي مصر كانت مش هي دي مصر اللي انا بشوفها في التلفزيون. يعني ايه بيوت لازقه في بعضها؟ يعني ايه شارع مش متسفلت؟ يعني ايه مفيش سنيكرز؟ يا جماعه مفيش سنيكرز مفيش. اتصدمت من الحياه هنا في مصر. وحصل معايا مشكله في الدراسه لان انا كنت يعني انا مشهور عني ان انا مش شاطر خالص في الانجليش بسبب كان هي فتره الحرب دي. انا كنت في اولى ابتدائي لما خلصت الحرب دمجوا ثانيه وثالثه ابتدائي مع بعض في سنه واحده. فجيت هنا دخلت مدرسه خاصه رابعه ابتدائي لقيتهم بيقروا انجليزي والدنيا زي الفل وانا اصلا يعني بقول ايه دي بالعافيه. جيت رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي انا مش هتكلم عن الدراسه عشان مش ده مجالي مش ده التوب اللي انا جاي اتكلم فيها. جيت في خمسه ابتدائي ابتديت احس ان الظروف الماديه مش قويه جدا ومش عارفين نعمل حاجه. احنا تسع اخوات وامي كان ابويا ما عرفش ينزل فضل عايش في الكويت. فابتديت اشتغل هنا في مصر. ابتديت اشتغل اي حاجه في اجازه الصيف عشان اعرف اجيب الشنطه واجيب الشوز. انا كنت في مدرسه خاصه فبشوف صحابي لابسين حاجات انا مش عارف البسها. وما كانش ينفع ان انا اطلب انا من جوايا انا كنت صغير بس ما كنتش اعرف اطلب من ماما حاجه عشان انا شايف ظروف البيت شايف ان في عندي في حد في الجامعه وفي حد عنده تسعه عدد كبير جدا. فابتديت انزل اشتغل اي حاجه في الصيف. من اكتر الشغلانات الصعبه اللي انا اشتغلتها وانا صغير رحت اشتغلت عند راجل بتاع فراخ. وانتوا عارفين يعني ايه تروح تشتغل في محل بتاع فراخ كريحه بقى والدنيا بقى مش ظريفه تقعد بقى كنت بعمل كل حاجه. كنت زمان ما بحبش اعدي لقدام المحل ده مره تلاقي نفسك الظروف حطتك ان انت هتشتغل تقف على الحوض تنظف فراخ. وطلع الرجول وطلع بقى الغرابه والفشه والكبده مفيش فشه الكبده والقوامص والكلام ده كله وتظبط الدنيا. انا خلاص بعد فتره لقيت نفسي بتعامل معامله الصبي مع الصنايعيه مع ان انا برضه بدرس في مدرسه خاصه بس انا عايز نفسي السنه دي وانا داخل يبقى معايا اي فلوس اجيب شنطه جديده وجزمه جديده اخش بيهم المدرسه ما اروحش بالشنطه بتاعت السنتين ثلاثه اللي فاتوا. جيت الراجل دي قبضني اول شهر قلت له لا انا مش عايز المرتب بتاعي خليه اخر الشهر عشان يبقى مبلغ على بعضه واشتري بيه الحاجات بتاعتي. كنت شغال انا واخويا الاصغر مني. الاجازه خلصت رحت عشان اقبض منه اسمه استاذ سمير. استاذ سمير انا عايز القبض. قال لي طب عدى عليا بالليل عشان اجهز لك الفلوس. رحت بالليل عشان اخد الفلوس فاداني فلوس في ظرف فمسكت الظرف مع يعني كنت ساعتها في التوقيت ده كان ممكن يوميتي تقف ب 5 جنيه في يعني في الشهر ب 5 في 30 بكام ب 150 في الثلاث شهور 450 جنيه دول يعني بيشقلبوا الدنيا لبس وجزمه كوره وابقى يعني خلاص انا كده ظبطت نفسي. فخدت الظرف واتكسفت ان انا افتح الفلوس يعني بقول له هما دول كام؟ اتكسفت بصراحه عايز الفلوس قدامي. فقال لي دول 15 جنيه. قلت له حضرتك 15 جنيه؟ 15 جنيه في ايه؟ قال لي ده مرتبك. قلت له انا قعدت اشتغلت الثلاث شهور دول كلهم عشان تديني 15 جنيه المبلغ ده قليل ومسجله على المكتب قدامنا. قال لي ليه انت عايز تاخد كام؟ قلت له انا عايز اخد زي اقل واحد كان شغال هنا 5 جنيه في اليوم. قال لي ليه وانت صنايعي؟ قلت له حضرتك انا عايز زي اقل واحد انا سائل الناس اللي شغاله دي. قال لي لا روح امشي بقى اخوك الكبير. فرحت انا متضايق جدا ان انا طول الصيف انا شايف صحابي بيلعبوا بلي وبيلعبوا كوره وانا اخش بتوع الفراخ دول بيصحوا بدري جدا انا لازم ابقى موجود في المحل الساعه 7 انزل صاله الفراخ اللي هو يعني حاجه فيه مثلا 20 فرخه ولا حاجه اشيله على كتفي مع الصناعيه وادخله جوه لو وقع على رجلك ممكن يقطع لك صباعك الساعه 7 الصبح ترجع بالليل على المغرب بقلع هدومي ورا باب الشقه عشان هدومي زفره واقوم لابس اي حاجه وانام عشان امي كانت بتبعت لي الغدا في وسط اليوم. تيجي في الاخر تديني 15 جنيه فقلت له ده مش عادي قمت سايبه ماشي. بعت له اخويا الكبير لقيت اخويا الكبير داخل علينا ب 2 كيلو بانيه قال لي يا ابني خد هو ده مرتبك. يعني انا اشتغلت الصيف كله ب 2 كيلو بانيه يعني سمير ده لحد دلوقتي فاكر بس انا عمري ما رميت عليه السلام. يعني انا ببقى معدي من قدام وشايفه رايح جاي في الشارع اللي احنا كنا ساكنين فيه
جنب بيت امي، عمري ما عرفت بس حسيت بالظلم وانا صغير. بعدها امي شافت لما احنا بنشتغل بره الموضوع بيبقى فيه مرمطه وبهدله، فخدت لنا الحل كده بقاله جنب البيت عندنا. كان الراجل عايز يسيبه، يقول لا سيبه انا اولادي ايه ممكن يعملوا فيه اي حاجه. وابتدينا ابتديت المشروع بتاعي اللي هو عطور جوا مصر. انا بقالي 20 سنه في المجال ده، الكلام ده من 20 سنه. ابتدينا بفاترينا صغيره في المحل ده، كانت كل حاجه في المحل ده فاشله الا الفاترينا الصغيره دي، كانت الناس بتبتدي تشتري مننا. الموضوع ابتدى يعني واحده واحده يكبر. كنت انا ساعتها كمان مش بياع، كنت صبي بياع، فقلت لو بعت ازازه اكل في الازازه من اخويا الاكبر مني جنيه، وابقى بحط الجنيه على الجنيه عشان يجيب حاجه ثانيه ونكبر البضاعه بتاعتنا. وفي الفتره دي يعني وصلت سن المراهقه اللي هو يعني ايه، خلاص انا داخل على جامعه، وفي المرحله دي احنا كلنا بقى عايزين نشتغل ولا عايزين نعمل اي حاجه، عايزين نخرج ونتفسح ونسافر في اسكندريه ونشوف اي حاجه. فانا استني بقى يعني اعمل اي حاجه، عايز اسافر، عايز اطلع مع صحابي في قبل الجامعه عشان خلاص خلصنا ثانويه عامه، وانا كنت مش شاطر قوي في ثانويه عامه، مريت بمراحل كتيره، فعايز بقى خلاص بقى عايز اخرج. رحت وانا هناك في اسكندريه لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي ان احنا خدنا محل وهنقفل المحل ده وهنفتح المحل برفيوم بس. فانا قلت لامي يعني انت لو معاكي شويه فلوس كده وعايزه تخسريها ماشي، ابتدي اعملوا اللي انتوا عايزينه. رجعت من اسكندريه خلاص بيوضبوا المحل ودوري انا ان انا اجيب البضاعه. الكلام ده كانت سنه 98 تقريبا. فرحت معاهم جبت البضاعه وابتدت الدنيا. انا فاكر يعني احنا كان المحل يعتبر انت عندك واجهه وثلاث حيطان، احنا كنا حاطين بضاعه على حيطه ونص، والباقي بقى بوسترات ودباديب اللي كان بيجي لي اي حاجه نملى بيها اي حاجه. كنا بنضلم النور عشان المحل ما يبانش ان هو فاضي، وشويه المونيات كده مش عارف ايه على شويه اي حاجه. المحل كان بسيط قوي قوي قوي. وفي الفتره دي انا ما كنتش مسؤول جدا، يعني كنت بفرتك فلوس. وكنت فعلا في الفتره دي بعيد عن ربنا شويه، فكانت بالنسبه لي الفلوس بتيجي عشان اصرفها في اي حاجه هلس. لحد ما جت نقطه التحول في حياتي وابتديت احس ان انا لا فعلا مسؤول، وان انا محدش يقول لي طيب ماشي ولا اقفل على كده، احنا يعني دوني 10 دقايق ممكن ما اقفلش طيب اوكي. لحد ما ربنا كرمه سبحانه وتعالى وابتديت نقطه التغير في حياتي، وان انا اقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتبتدي نوايا تتغير، وان انا فعلا احس ان التاجر المسلم الصغير اللي جواك ده ابتدى يطلع وابتدى يكبر. قعدت سنه، في السنه اللي انا قعدت فيها دي في اول فرع لينا ابتديت اركز جدا في الشغل. كانت حياتي كلها عباره عن شغل، كنت الاول بشتغل استنى الشفت بتاعي يخلص عشان اروح اقعد على القهوه. لا دلوقتي بقيت اخلص شغلي اشوف الشغل محتاج مني ايه تاني، اروح اريح ابتدي احاول افكر اعمل اي حاجه. وابتدى المحل ربنا يبارك في الرزق اكتر، وابتدى المحل يكبر وجددنا المحل، وابتدى المحل يبقى ليه زباين اكتر، وابتدى اللي شغال فيه بدل ما واحد اثنين ثلاثه بقينا شغالين فيه خمسه، ما بنلاقيش وقت حتى ناخد بريك عشان ناكل. وربنا كان يبارك جدا جدا في الفتره دي، احنا ابتدينا صغيرين جدا جدا جدا. في المرحله دي كنت ابتديت اصلي في مسجد في مدينه نصر، كان اسمه مسجد بلاد النبي. وانا كنت مبهور جدا، انا من منطقه شعبيه، مبهور جدا بمدينه نصر والشوارع، حسيت انها قريبه من الجو اللي انا كنت عايش فيه شويه في الكويت. وكان نفسي افتح محل في المنطقه دي، لقيت زبون جاي من مدينه نصر بيشتري من المحل الاولاني الفرع الاولاني، بيقول لي يا جماعه مش ناويين تفتحوا بقى في مدينه نصر؟ فقلت له يا عم يلا بينا. رحت شفت المكان، خدت المكان، وانا خدت امي وانا رايح، ربنا يبارك فيها يا رب، خدتها معايا عشان اشوف المكان. لقيت لما انا حاسس ان ربنا يرزقك في المكان ده افتح. قدر ان كان المحل ده جنب مسجد بلال المواحي اللي انا كنت بصلي فيه في رمضان، وكان نفسي افتح جنبيه. ابتديت حطيت كل الفلوس اللي معايا في تغليب المحل. الكلام ده كان سنه 2005 تقريبا. كانت الفلوس كان ساعتها معايا 18000 جنيه، 18000 جنيه في التوقيت ده كان رقم. حطيتهم في توضيب المحل وفرشت المحل كله بضاعة آجل. وابتدى التجار يطلبوا مني فلوس البضاعة اللي أنا واخدها آجل، وكنت أول مرة أشتغل آجل بس نفسي أكبر من نفسي شوية. كانت عدت عليا أيام، يعني أنا فاكر قلت كلمة في مرة وأنا بوضب المحل، فصلي العصر في مسجد،
فلقيت واحد من المحتاجين قال لي يا ابني انت واخد المحل الجديد ده، فقلت له اه، قال لي انت هتصرف عليه كده كتير يا ابني، المحل ده قعدت وحشه، المحل ده هيبقى رابع ولا خامس، واحد المحل ده كان في يوم من الايام محلي، فما تصرفش قوي كده يعني عشان كلها كام شهر وهتلم نفسك وتمشي. فقلت له انا عندي حسن ظن بالله ان ربنا هيرزقني، مش انا معتل عليا ان شاء الله الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. انت اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. يقينا انا كنت بقول الكلمه دي وانا من جوايا بقولها يقينا ان ربنا هيرزقني. عدت عليها ايام كنت ببيع في اليوم ب 8 جنيه بعد ما كنت شغال في محل خمسه مش عارفين ياخدوا بريك عشان يتغدوا. تقعد لحد العصر على ما تلاقي حد عدى قال لك سلام عليكم. كان عندي تحديين، تحدي ان انا ارجع اقول ان انا فشلت واقفل المحل، وتحدي تاني ان انا اكمل واصبر. ما كانش عندي اختيار تاني غير ان انا اكمل واصبر. حسيت في التوقيت ده ان انت معاك وقت، طيب انت يومك فاضي، كان ربنا سبحانه وتعالى فضالك وقتك. انت كنت زمان بتشتكي ان انت مش لاقي وقت تاكل حتى، طب ما تطلب علم وانت قاعد كده فاضي. فابتديت فعلا في الفتره دي اقدم في معاهد بتاعه اعداد دعاء، وابتديت اطلب علم شرعي جنب شغلي. كان بيبقى معايا وقت كتير طول اليوم، يعني ممكن يعدي عليا اليوم كله يخش لي خمس زباين بس. فكنت بظبط ما بيني وما بين اخويا الشفتات ان انا اروح في التوقيتات اللي انا فاضي فيها ادرس. كنت ممكن اخلص الصبح المعهد بتاع اعداد الدعاء واطلع بعد كده على شغلي وارجع بالليل تاني متاخر. وابتديت احس ببركه، وابتديت اذاكر، وابتديت افرغ الحاجات اللي انا بذاكرها في المعهد، وابتدى وعي الديني يتشكل بصوره احسن، وابتديت احس فعلا ان انا لازم اكون داعيه، ان انا لازم اكون تاجر مسلم. الاسلام زمان انتشر على اكتاف التجار مع بضاعتهم، هو بيبيع بضاعته كان بيبيع دين معاها. فقلت طب وانا على فكره احنا نفس الزمن، هي نفس الحكايه، انا هبقى تاجر مسلم. فابتديت اشتغل دعوه من المحل، كنت بحاول اعامل الزبون على قد ما اقدر كويس جدا جدا جدا، بحاول اصاحبه اديله جنجنيه. البنت لما تخش لي تحس ان هي داخله بيت اخوها، عارفه ان هي واقفه هي مطمنه، مش هتلاقي عين بتنتش منها حاجه ولا حد مستنيها عشان ياخد رقمها او حد يبص لها بصه تضايقها. وعموما اللي هيخرج من المحل حتى لو ما اشتراش هينبسط. ده كان بالنسبه لي ان انا كنت بحاول ان انا اصدره للناس. فبتقي الله عز وجل جدا في شغلي ان انا اكون محسن، اطلع المنتج بتاعي باحسان. لما ربنا يسالني انا عملت اللي عليا، لقيت ان الموضوع بقى مثمر، وابتديت يبقى في علاقات ما بيني وما بين الزباين تتعدى ان هو زبون ان هو يبتدي يسال عليا وانا ابتدي اسال عليه. لو غاب فتره وجالي زميله الاقي فلان انت فين، ده انا مش عارف ايه، ده فلان مامته توفت فاتصل بيه. ابتديت الموضوع ابتدى يبقى في علاقات بتقوى، انا مستريح اكتر. ابتديت وانا في الفتره دي كنت بدرس في الجامعه، وكنت حاطط قدامي هدف ان انا عايز اتجوز بدري. انا النهارده 35 سنه، انا من 10 سنين متجوز، كان عندي 25 سنه. طب اعمل ايه؟ توكل على الله عز وجل، انا بعدت حياتي اتغيرت ومحتاج ان انا اعف نفسي. ومجرد ان انا نويت ان انا اتجوز ربنا ابتدى يبارك في الرزق فعلا، يعني حق على الله عز وجل ان انت يعني لما تبقى يعني عايز تتجوز ان ربنا يرزقك. وانا كنت بعمل الكلام ده بيقين، وابتدى ربنا سبحانه وتعالى دخلت في ليفل 2 من الرزق بعد الجواز على طول. انا كنت لما اتجوزت كان مرتبي 1350 من 10 سنين. 1350 بعد اسبوع من الجواز ركبت اول عربيه، ركبت عربيه ب 5000 جنيه، عربيه سيات. كان نفسي وانا يعني وانا قبل ما اتجوز ان انا قلت لكم ان انا اعيش حياه كريمه ما تعبش اولادي زي ما انا تعبت في حياتي وانا صغير. ربنا كرمني بعد 5 ايام من جوازي في اول اسبوع نزلت اشتريت عربيه، وابتدى الموضوع يتطور لحد ما وصل مرتبي 2000 جنيه. انا لما وصل مرتبي 2000 جنيه كنت فرحان جدا جدا جدا، وكان مكفيني جدا جدا. كنا بنخرج وناكل بره ونتفسح ونحط بنزين في العربيه ونلبس كويس، والحمد لله رب العالمين. كنت راضي جدا وربنا كان مبارك في الفلوس ايا كانت كبيره صغيره. وجود البركه دي اهم حاجه من وجود الفلوس نفسها، يعني الفلوس لا هي ولا حاجه، ممكن يكون معاك فلوس كتيره مفيش بركه ولا كان معاك حاجه. وابتدى ليفل 3 من الرزق يجي بعد ما ربنا كرمني باول بنوته. انا فاكر لما ربنا رزقني باول بنت كان لي واحد صاحبي شغال في مدرسه انترناشونال، كان نفسي ادخل
المدرسة الإسلامية جميلة، فبقول له مصاريف الجامعة، قال لي 18000 جنيه للأجناس، يعني أنا عايز بنتي تدرس في مدرسة كويسة وتبقى دراستها كويسة، يعني خلاص يعني ليه الحياة بقت كده؟ بعد كده اللهم لك الحمد أنا عندي ولد وعندي بنت، والاتنين في مدرسة انترناشونال أحسن من اللي صاحبي كان شغال فيها، وهو شغال في نفس المدرسة اللي ولادي فيها. كرم ربنا كبير. أنا بكلمكم النهاردة وإحنا خمس فروع. الرحلة ابتدت بفرشة صغيرة قدام فرنة عيش في الكويت. النهارده اللهم لك الحمد أنا لسه بالظبط من 10 أيام فاتح الفرع الخامس ليا في مكان كويس جدا. جزاكم الله خير. أنا كنت شاطر جدا في المدرسة، بس كان طول الوقت في مشواري وأنا ماشي كان عندي حسن التوكل ويقين إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع أي حاجة أنت تحتها في الدنيا. ولو أنت في حاجة مجهولة دلوقتي، أنت مش عارف أنت رايح على فين، واتحطيت في موقف صعب، فتأكد إن ربنا بيصنع فيك حاجة هتنفعك قدام. جزاك الله خير، شكرا.